استاذ سلمان حقيقه اسمح لي بمواصله الحديث عن تطورات المشهد السياسي. فقد قال الرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم انه بصدد دعوه ممثلي الكتل البرلمانيه الى اجتماع الاسبوع المقبل لتحديد موعد لاستئناف عقد الجلسه الاولى للمجلس، واضاف في تصريح للشقيقه اذاعه سوا ان 13 من الشهر الجاري هو موعد نهائي لانتخاب هيئه رئاسه مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهوريه. هذا التحرك انعكس في عدد من اللقاءات بين قادة البلاد السياسية. بغداد شهدت يوم أمس لقاء جمع رئيس الجمهورية جلال الطالباني برئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي. الزعيمان شددا في الاجتماع ووفقا لبيان صدر عن مكتب الطالباني على أهمية التمسك بالمهل الدستورية فيما يتعلق بانتخاب الرئاسات الثلاث والتعجيل في تشكيل الحكومة المقبلة. وفي الإطار ذاته يدخل أيضا لقاء الطالباني بنائبه والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، حيث بحث الطرفان سبل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة ضمن المدة الدستورية المحددة أيضا. إلى ذلك التقى زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم بالقيادي في ائتلاف العراقية أسامة النجيفي. اليوم كان عاملا إضافيا لتجديد الثقة وتجديد العلاقة الوثيقة والعلاقة الاستراتيجية بين الائتلاف العراقية والمجلس الإسلامي الأعلى. الوقت ضيق جدا والوقت ضاغط على جميع الكتل، والشعب العراقي يريد حكومة بصورة مستعجلة تقدم الخدمات وتعالج المشاكل. أعتقد الالتزام بالدستور من الواجبات الأساسية، وإذا تجاوزنا فهو مخالفة دستورية واضحة. إلى ذلك انتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم من سماهم السياسيين الذين يتحدثون عن حجم الأصوات والمقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة. الحكيم وفي إشارة لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي لفت إلى أن من حق البعض أن يتحدث عما حصل عليه وأن يتبجح به هنا وهناك على حد وصف السيد الحكيم. إن من حق البعض أن يستذكر حجم الأصوات والمقاعد الذي حصل عليها ويتبجح بها هنا وهناك، ولكن من حق الآخرين عليه أن يذكر أصواتهم وعدد المقاعد الذي حصلوا عليها ليجدها تفوق حجمه وعدد أصواته ومقاعده بأضعاف مضاعفة. لا بد أن ننظر إلى هذا الحق من جانبين وليس من جانب واحد. أستاذ سرمد، يعني استمعنا إلى كلمة السيد الحكيم وهي واضحة في دلالاتها، يعني واضحة على وتقدم معطيات على عمق الأزمة بين القوتين الشيعيتين في البلاد، لكن بالمقابل نسمع أيضا من يتحدث عن أن التحالف الوطني قوي ومتين وسيتقدم بخطوات ثابتة إلى تولي السلطة في البلاد مجددا. ثم من يسأل أستاذ سرمد، ما الذي يجري؟ أهو بناء للثقة بين السياسيين وحتى بين سياسي الطائفة الواحدة أم صراع شرس على السلطة؟ وهو سؤال، طبعا هذا سؤال يكاد يوحد العراقيين هذه الأيام. انطلاقا من هذا أستاذ سرمد، كيف تجيب على سؤال كهذا؟ والله أستاذ علي، هو لدينا سؤال كبير هنا، يعني طرحناه، عملنا شغلة في جريدة العالم قبل يوم أو يومين، سألنا عددا من النواب المعروفين والبارزين في الكتل، في أكثر من كتلة، في ثلاث كتل، الائتلاف الوطني ودولة القانون والعراقية، سألناهم أنتم نواب مخضرمون موجودون منذ 7 أعوام في هذه الكتل، يعني ماذا يمكن أن تقولوا لنا عن المفاوضات التي تجري في العادة بين هؤلاء الزعماء؟ ماذا يقولون فيها؟ ماذا يطلبون من بعضهم؟ كيف يرفضون طلبات بعضهم؟ كيف يتناقشون؟ المواطن لم يطلع على هذه الخفايا. نتمنى يوما ما أن تعرض لنا الكتل بثا حيا أو تسجيلا فيديويا لطريقة هذه المفاوضات التي عمرها 7 أعوام والتي لم تصل إلى نتيجة الآن. نشعر أن هناك شيء غير مفهوم، أن هناك لغة غير مفهومة. الصدمة كانت في الإجابات التي حصلنا عليها من النواب الثلاثة. النواب الثلاثة ثلاثتهم قالوا نحن أنفسنا لا نعلم ماذا يجري في المفاصل الحساسة،
من المفاوضات بين زعماء الكتل. صفقات اللحظة الأخيرة لم نطلع على تفاصيلها طيلة هذه الأعوام الماضية. هذه رابع حكومة يجري تشكيلها الآن في مفاوضات، والقضية رقم ربما 100 التي يجري التفاوض حولها بطريقة حساسة، لكن حتى نواب البرلمان لا يعلمون ما هي اللغة المستخدمة في هذه المفاوضات، ما هي العوامل التي يجري تحريكها في صناعة هذه المفاوضات. نحن نرى تصريحات، نرى السيد الحكيم يعاتب أو ينتقد بشدة السيد المالكي، نسمع المالكي يعاتب وينتقد بشدة سواه، نسمع الآخرين، ولكن هذا شيء وما يجري في الأحاديث الخاصة التي يجهلها حتى النواب المنتخبون بأصوات الشعب هذا أمر آخر، لأن هناك يعني ما الذي يعني هذا أستاذ سرمد؟ ما الذي يعنيه التليفونات الشغالة؟ ما الذي يعنيه لتقديم صورة ما عن المشهد السياسي في العراق؟ هذا يعني أن اللعبة الحقيقية، المفاصل الحساسة من اللعبة ليست صالحة للنشر. تكلمنا مع نائبة برلمانية قالت زعيم كتلتنا يقول لنا لا أستطيع أن أحكي لكم كل ما يجري في المفاصل الحساسة من المحافظة من المحادثات، لأن هناك ما لا يصلح للنشر. وجود سياسة لا تصلح للنشر، وجود حوار بين الكتل لا يصلح للنشر، هذا مؤشر خطير أن هذه الكتل بإمكانها أن تأخذ البلاد إلى متاهة لا تصلح للنشر أيضا. يعني هذه هي المشكلة الكبيرة، غياب الشفافية، غياب الوضوح. بتنا كمراقبين أنا وأنت وزملائنا يعني نراقب ولا نستطيع أن نفهم هل ما يقال حقيقي، هل ما يقال يمكن تصديقه، هل هذا الصراع الشيعي الشيعي يعني ممكن أن يكون صراع طبيعي وينتهي إلى نتيجة يحكمها منطق محدد، أم أنه ما يجري تحت الطاولة وعبر تدخلات دول الجوار هو أكبر بكثير من تأثير هذه التصريحات. لاحظنا التصريحات المستغربة والجيدة في نفس الوقت للدكتور موفق الرواعي في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط قبل يومين أو ثلاثة. يعني للأسف أستاذ سرمد كنا نتمنى حقيقة أن نكمل الحديث في هذه الفقرة، ولكن أدركنا الوقت. الأستاذ سرمد الطائي وأنتم أعزائنا المشاهدين، فاصل ونعود.